من طبيعه الحال على الله انا كعامل اللي دوزت 7 ديال الشركات وكنت كندير شيفور وعندي بيرمي ديال الترونسبور كنت كندير ترونسبور وخدمت في الشركات عده الشركات بان 7 الشركات دوزت هنا في كازا في الدار البيضاء وما كيبغيوش يديروا لنا اوراق وكنت خدم كيقول لك بلاتي بلاتي 3 شهور شهرين بلاتي من بعد حتى كتوقف على شغلك باش بغيت دير اوراق كيديروا لك عصا في الرويضه باش يصيفطوك في حالاتك والحمد لله دابا انا خرجت من هذه الشركات وحقدت على الخدمه ديال الشركات ما بقيتش باغي نخدم في الشركات ولو يعطوني اللي عطوني ما غنخدمش معاهم ودرت هذا الدومين هذا والحمد لله والشكر لله دابا خدام راسي بخير وعلى خير واخا كاين شويه تاع عشوائيات ولكن الحمد لله مهم لقيت راحتي ما بقيتش مرت انا نفسانيا مع الشركات دابا الحمد لله والشكر تخصصات دوزت الشركه ديال مشتقات الحليب دوزت شركه ترونسبور في المرسى خدمت مع شركه اللي مختصه في البني خدمت مع شركه اخرى ديال الترونسبور خدمت مع النقل المدرسي خدمت مع واحد الشركه اخرى خاصه حتى هي بالترونسبور خدمت عاوتاني مع واحد الشركه اخرى حتى هي خاصه بالترونسبور اكثر كندير ترونسبور بزاف الظلم كاين الظلم لان ما كيبغيوش يصيبوا لنا اوراق والشركه كتدخل اموال كتدخل 100 مليون في النهار و20 مليون باش تعطيها للعمال صعيبه عليها كتبغيش تصور 100 مليون كتدخل كتبان لك داخله 100 مليون و20 مليون ديال العمال كتجيهم قاصحه وكيجرجروك عليها ولا بغاو يخلصوك في الشهر كيديروا لك بلاتي حقه ما كاينش حقه ديما هما كيبكيو وداك البكاء حنا عقنا بهم كيديروا الشركه ويديروا فرع اخر ويزيدوا الشركه والشركه تصوري في ظرف 6 سنوات الشركه كتولد 10 شركات كتولي دير 10 الفروع الا كان عندها فرع واحد كتولي دير 10 الفروع على ظهر العمال والعمال مساكن راك عارف حاله ما كيقدرش يهضر مع الكرا مع الظروف مع كذا كيحضر راسو كيصبر كيقول لك ما كاينش البديل العمال مقهورين في المغرب بزاف بزاف والله الا بزاف هذا الشيء اللي خلاني نخرج لهاد التعشوائيات وندير هذا الشيء ولقيت فيه راحتي واخا ما عندي لا واخا دابا كنقول الحمد لله علاش لقيت النفسيه ديالي ارتاحت ارتاحيت نفسيا انا كنت مرت نفسيا بهاد الشيء ديال الشركات ما كيبغيوش المعقول اولا كيبغيك تكون برقاك حضايط هضر لهم في هذا ما كيبغيوش داك الانسان اللي كيخدم بحال النصارى ما كيبغيوكش تخدم دير خدمتك وتقنها وتدخل سوق راسك كيبغيوك لا خصك تهضر لهم على هذا وتهضر لهم على الخدام وتجيب لهم هكا هذا هو المشكل ديال الشركات وهذا الشيء اللي كاين